الكثير من الأطفال يشتكون من حكة كبيرة في منطقة الشرج خاصة في الليل. طبعا هذا المشكل يقلق كثيرا الأمهات. عند زيارة الطبيب، الطبيب بضرورة يحيصف للمريض تحليل اسمه سكوتش تيست أنال أو تيست ألاسيلوفاناديزيف أو تيست دوغراهام. في هذا الفيديو رايحين نكتشف مع بعض ما هو هذا التحليل وسبب الحكة في منطقة الشرج. تابعوا معنا الفيديو. سكوتش تيست أنال أو تيست ألاسيلوفاناديزيف دوغراهام أو تيست دوغراهام نسبة إلى دكتور غراهام أناتوموباتولوجيست أمريكان. يسمح لنا هذا التيست بالبحث عن ليزودلمنت خاصة ليزوكزيور، الاسم العلمي تاعهم ليزودونتيروبيوس فيرميكولاريس، والبحث أيضا في بعض الأحيان عن ليزودوتينيا ساجيناتا. بالنسبة ليزودوكزيور أو ليزودونتيروبيوس فيرميكولاريس هم عبارة عن بيوت خاصة بديدان بيضاء صغيرة. العدوى بهذه الديدان تسبب مشاكل هضمية عند الأطفال أو حتى في بعض الأحيان عند الكبار. من بين هذه المشاكل وهي حكة في منطقة الشرج خاصة في الليل. سبب الحكة في الليل هو أن هذه الديدان تنزل أو تهاجر من الأمعاء إلى منطقة الشرج وتقوم بوضع بيوضها في منطقة الشرج ليلا. طريقة عمل هذا التحليل بسيطة جدا. نحتاج في هذا التحليل إلى سكوتش أو شريط لاصق ولام أي شريحة زجاجية خاصة بالمخبر. يتم قص قطعة صغيرة من هذا الشريط اللاصق بطول لام ويتم إلصاق هذه القطعة الصغيرة من الشريط اللاصق في منطقة فتحة الشرج عند المريض في الصباح الباكر قبل قيامه من فراشه وقبل ذهابه إلى المرحاض لضمان وجود هذه البيوض في منطقة الشرج وتركها لمدة دقيقة. ثم ننزع هذه القطعة الصغيرة من الشريط اللاصق من فتحة الشرج ونلصقها مباشرة فوق الشريحة الزجاجية بهذا الشكل. يجب توعية أم المريض بهذه الشروط إذا كانت هي من ستقوم بأخذ العينة، ويجب أيضا غسل اليدين جيدا لأن هذه البيوض جد معدية. يتم نقل الشريحة الزجاجية إلى المخبر، وفي المخبر يتم وضع لالام تحت المجهر بتكبير فواديس ثم بتكبير فواكارونت للبحث عن هذه البيوض. ملاحظة مهمة جدا، يجب القراءة الجيدة لجميع مساحة الشريحة الزجاجية تحت المجهر. وهذا هو شكل بيوض لونتيروبيوس فيرميكولاريس أو ليزودوكزيور تحت المجهر بتكبير فواكارونت. هذه البيوض التي ترونها هي بيوض ميتة لأن العينة التي قمت بتصويرها هي عينة قديمة، لكن عندما تكون العينة جديدة نلاحظ حركة الجنين داخل البيوض بشكل واضح.